كان في توزيع جديد، مزيكا جديده تواكب العصر. خلاص الجيل اللي فات خلاص كده في حاجه جديده بتحصل. طيب خلينا نقف قدام حاجتين. الاول احنا مكملين معاكم كمان من بعد السابعه في حفل غنائي مستمر حتى العاشره مساء، قنواتنا المجتمعه، واللي الهدف ما كانش اي حاجه، الهدف كان رساله واحده لي، ان في يوم زي ده الاعلام المصري اعلام واحد. خلوني افتح معاكم نقاش كده ونسمع من بعض. نقف امام خطاب السيد الرئيس. طب قبل ما نقف امام الخطاب، ايه رايك في ارتداء الرئيس السيسي النهارده زي العسكري في الاول؟ انا شفتها اشاره واضحه جدا، هي كانت معركه وانتصرنا، وفي يوم الانتصار القائد بزيه الحربي وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه، فشيء طبيعي ان يلبس هذا الزي، وعندما ننتقل ويفتتح، هو افتتح بصفته رئيس مصر، لكن هو كان القائد العسكري عندما عبر في المرة الأولى، هذه وجهة نظري. لكن في خطاب الرئيس هناك ملمح دائما يتكرر، فكرة الارتجال. صحيح. وانا بقعد اسال نفسي تفاصيل كده، طب هو رئيس طالما عايز يقول كلام مختلف ممكن يضيفه على الخطاب ويقوله، ليه بيسيب النص وكانه بينتظر اللحظه زي ما يجي في دماغه يروح قايل؟ كان قاعد رؤساء دول، رؤساء عالم، ملوك، هي وانا كده مع لما بتكلم مع الشعب كده، ولما تكونوا حاضرين كده، وهو قال ان الشعب المصري طول الوقت كده. تاني حاجه هي ده السؤال، يعني توقفكم امام ده، فين السؤال؟ السؤال هل اصابكم احباط عندما لم يعلن الرئيس عن مشاريع جديده محدده كما توقع البعض؟